لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم يا ربنا الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركات علومه آمين. قال أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأتني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه
لا حول ولا قوة إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه.